السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من قناة عصافير جنة أطفال نقدم لكم السيرة النبوية للأطفال بالعام 100 والصور، الحلقة العاشرة. الحلقة العاشرة: كان يا مكان ويحلى الكلام غير بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. المسلمين سووا مكة البلد الجميلة اللي فيها الكعبة، وكانوا بيحبوها قوي، بس سابوها وسافروا الحبشة. ليه؟ عشان الكفار الأشرار كانوا بيضايقوا ويعذبوا المسلمين، وعشان يخلوهم يعبدوا الأصنام. وعاش المسلمين في الحبشة عند الملك الطيب اللي مش بيظلم حد ولا بيضايق حد. الملك اسمه ايه يا أحباب؟ اسمه النجاشي. بس الكفار الأشرار بعتوا 2 منهم ومعاهم هدايا حلوة كتير للملك علشان يرجعوا المسلمين. ودوا الهدايا للملك وقالوا له: في ناس أشرار جم بلدك الحبشة، خليهم يرجعوا معانا، قصدهم عن المسلمين الطيبين. الملك كان طيب وعادل، رد عليهم قال لهم: لا، أنا مش هخلي حد يرجع معاكم، عشان هم دخلوا بلدي خايفين وأنا لازم أحميهم، وهجيبهم هنا وأسألهم عن كل حاجة. فالملك جاب المسلمين وسألهم: أنتوا ليه جيتوا عندي الحبشة؟ وليه سبتوا أهلكوا في مكة؟ قام جعفر ابن أبي طالب ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: يا ملك، إحنا في مكة كنا عايشين مع أهلنا، وكنا كلنا نعبد الأصنام، وكناش عارفين الصح، وكنا بنعامل بعض وحش، محدش بيهتم بقرايبه، وبنضايق جيراننا، والقوي بيضرب الضعيف. لغاية ما جه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الصديق الأمين، النبي اللي ربنا اختاره وعلمنا الصح وعلمنا الخير، خلانا نعرف إن الأصنام دي ما تقدرش تعمل لنا حاجة، وعلمنا نعبد ربنا وندعي ربنا عشان هو بس اللي يقدر يعمل لنا كل حاجة، علمنا نقول الصدق، علمنا يبقى عندنا أمانة ونحافظ على حاجة بعض، وعلمنا نحب قرايبنا ونسأل عليهم، وعلمنا نحب جيراننا ونساعدهم، وعلمنا ما نديش الضعيف والاليتيم ونحافظ على مشاعرهم ونحبهم ونساعدهم. فسمعنا كلام سيدنا محمد وآمنا به، لكن الكفار اللي لسه بيعبدوا الأصنام أذونا وعذبونا عشان يخلونا نرجع نعبد الأصنام بتاعتهم. فجينا عندك الحبشة لما عرفنا إنك ملك عادل ومش بتظلم حد وتدي كل إنسان حقه. فالملك بص لجعفر وقال له: قل لي كلام ربنا القرآن اللي سيدنا محمد علمه لكم. جعفر قال له: حاضر. فضل يقرأ سورة مريم. الملك الدموع نزلت كتير من عينيه، عيط عشان اتأثر بكلام ربنا، وقال للمسلمين: أنا مش ممكن أسلمكم الكفار أبدا، أنتوا هتفضلوا عايشين عندي في الحبشة في أمان، محدش من الكفار هيقدر يضايقكم وانتم عندي. فرجع الكفار لمكة وهم حاسين انهم متغاظين قوي،